تقريبا في الوقت ده لما بيكون في خبر فيه طبطبه كده اقتصاديه بيسعدنا جدا، وكنا حريصين نقول لحضراتكم ان التضامن النهارده قررت تصرف معاش الاطفال الايتام، وده شيء قد ايه عظيم جدا. فكره اظهرت الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قرار وزاريا بشان صرف معاش للطفل بقيمه 350 جنيه وذلك للاطفال الايتام وكريم النسب والاطفال بمؤسسات الرعايه، وكذلك اطفال المطلقه اذ تزوجت او سجنت او توفيت، وايضا اطفال المسجون لمده لا تقل عن 10 سنوات، والاطفال الايتام بدور رعايه المؤسسات، ويتم صرف 700 جنيه للطفلين و1050 للثلاث اطفال. ياتي قرار وزيره التضامن الاجتماعي في اطار حرص القياده السياسيه على توفير اوجه الرعايه الكامله للاطفال، حيث تقدم وزاره التضامن العديد من الخدمات الاخرى للفئات الاكثر احتياجا. خلينا اقول ان كتير جدا هيسمعني دلوقتي هيقول لي 350 جنيه هيعملوا ايه؟ لا هيعملوا كتير جدا يا جماعه صدقوني. في ظل سيده بلا عائل لطفل او لاثنين او لثلاثه، وعامه في التوقيت ده بيبقى فيه اكتر من كده. فكره ان انت تبقى عارف بس ان انا جاي لي للولاد 350 جنيه لكل طفل، ده من بند واحد، وممكن تبقى بتاخد كمان المعاش بتاع المطلقات اللي بيتاخد، وممكن الارامل كمان اللي بيتاخد بما انه كمان بيعفى من بعض المصاريف الدراسيه. كل ده حاجات لازم نشجع عليها. عايز اقول بس حاجه مهمه، لان فكره اللي بيطلع يقول كلام ايجابي بيتهاجم، فكره اللي بيطلع يقول كلام سلبي بيتهاجم. هي فكره ان كلنا في مشكله، وده انا حابه يا رب تكون دكتوره دينا سمعاني، كلنا في مشكله، وزي ما بنكون في البيت الواحد هي نفس المشكله، وفي فرد في البيت بيستقبل المشكله دي وهو منزعج ويزعج اللي حواليه وصوته عالي، في فرد بيستقبل المشكله دي داخل البيت وهو هادي وبيحاول يدور على حلول ومش بيخون الفرد التاني اللي هو بيشتكي يقول انا تعبان وبيقوله انت مش من البيت خالص. هي بس كل الفكره كل واحد فينا ليه طبيعه يجب ان نحترمها. هيكون معانا دكتوره دينا ابو العيله رئيس قسم الاجتماع جامعه المنصوره. مساء الخير يا دكتوره. مساء الخير استاذه الفت، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ طيبة. وحضرتك بخير وسلام. طبعا لما عرفت ان حضرتك اللي معايا على التليفون تشجعت وتطرقت الى مواضيع اخرى، لكن خليني ابدا مع حضرتك يعني اتصال الفقره او مداخله الفقره عن معاش التضامن الاجتماعي للاولاد الايتام وهو 350 جنيه، وده انا شايفه انه حاجه كويسه. قولي راي حضرتك ايه ولما سمعتي بالقرار؟ اولا كل سنه وانتم طيبين وكل سنه ومصر كلها طيبه. حضرتك بكل خير. فكرة أساسا إن يبقى في معاش للطفل نفسه، وإن أنا بقول له أنا بهتم بيك وبمديلك إيدي، حتى لو إحنا شايفين 350 جنيه دول مش هيعملوا حاجة، لا هم هيبقى لهم واقع تاني في نفسيته وإحساس تاني الأسرة نفسها، إن هي فكرة إن أنا مش مستبعد، لأن القرار هنا بس ما ضمش الأطفال أيتام اللي هم فاقدي الأب والأم، لا ده كمان زي ما القرار واضح إن هو ضم الأطفال في دور الرعاية، وضم الأطفال كريم النسب، وضم الأطفال اللي أبوهم مسجون واللي أمهم طلقت وهتتجوز جوازة أخرى، فكان ده ما بيصرفلهاش معاش، تمام؟ ملوش عائل. وهو الاب هنا بيتخلى والام بتتزوج وبيبقى يعني ولد في الشارع، وكان الطفل بيبقى حصيله ان هو بيدفع ثمن يعني ملوش ذنب فيه، حاجه ملوش ذنب فيها هو اللي بيدفع ثمنها. ده على المستوى النفسي شيء مرضي ومطمئن. نعم، ده على المستوى النفسي شيء مرضي ومطمئن، يعني بخلاف انه بيسد احتياج مادي كمان، وعلى المستوى كمان الاجتماعي ان انا بقول له انا كدوله بديك حقك في الرعايه، وبعدين هنا القانون كفل الرعايه دي لحد ثلاث اطفال، لو حضرتك خدتي بالك من القرار بقى 1050 للثالث طفل، لكل طفل في الاسره حتى ثلاث اطفال 350، يعني الاسره اللي فيها ثلاث اطفال محتاجين الرعايه دي هياخدوا 1050 جنيه. طيب انا كنت اتكلمت يا دكتوره دينا بما ان مجرد ما هنقول الكلام ده يوه طبلوا للدوله، ناس هتقول لك لا كلام كويس، فانا بتكلم بصفه عامه دلوقتي على الحاله اللي حاصله من كل مستقبل الازمه بطريقته، ناس بتصرخ ومعترضه وناس هاديه وبتحاول تدور على قرار. انا قلت ان ده بيحصل في كل البيوت، كل هي مشكله كل واحد في البيت بيستقبلها بشكل طبيعته وشخصيته. حضرتك شايفه المفروض نتعامل مع الازمه دلوقتي ازاي؟ الأزمة الخاصة بالأزمة الاقتصادية.
ولا الأزمة الاقتصادية يعني على المستوى الاجتماعي على المستوى النفسي نتعامل معها ازاي؟ بصي، هو احنا لازم اوان ان نتكلم عن اقتصادية، لازم نحط في اعتبارنا ان هي أزمة اقتصادية عالمية مش على مصر بس، يعني احنا اللي حاصل على مستوى العالم مش مصر جزء من العالم ده طبعا. انعكاسها احنا عليه علينا احنا. عارفه احنا كانت مصر بتعد من ارخص الدول، يعني مقارنه بالدول المجاوره لينا احنا كانت الاسعار من ارخص الدول المجاوره. صحيح. النهارده احنا مع الضغوط العالميه الموجوده في الازمه الاقتصاديه دي انعكست علينا، فبالتالي انت عندك سلع ممكن يكون حصل فيها مشكله، زي ما انت شايفة في أزمة في الطاقة على مستوى العالم، ده برضو منعكس عليكي. لكن احنا لو جينا بقى نبص لها مقارنة بدول تانية، لا انت عندك الحاجة غالية بس موجودة، هو ده الفرق الوحيد. يعني انا المشكلة عندي الحاجة سعرها غالي عليا بس موجودة. احنا بنقارن النهاردة الأسعار كانت امبارح ايه وكانت اول امبارح ايه، خاصة النهاردة انت بتشوفي كل يوم تفاوت في السعر، جاز الصبح بحاجه واخر النهار بحاجه. طب نفسيا تنصحيني بايه؟ ما هو ده نفسيا بيسبب لي عبء، بيسبب لي شك، بيخليني عصبيه، بيخليني اكثر حده. بصي، انا كنت قاعده اتفرج على مجموعه فيديوهات كده لحد شغال تنميه بشريه يعني، واتكلم على الفكره دي. احنا ليه عندنا مشكله خطيره جدا فينا كطبيعه الشعب المصري؟ يعني دايما بنفكر في بكره، بنفكر في السنه الجايه، بنفكر في الشهر الجاي، ما بحاولش ان انا احس ان انا عايش اللحظه اللي انا عايش فيها. تمام؟ دايما افكر، حتى في عاداتنا احنا مثلا تلاقي الام بنتها لسه مولوده وبتقول لها جهازها. طيب جهازها ده لسه بدري عليه قوي، هيطلع موضه ثانيه. تمام؟ فاحنا عندنا الحته دي. طب ما احنا نعيش اليوم اللي احنا عايشين فيه، تمام، ونستمتع بيه، ولما هيجي بكره ده برضو هيجي زي ما نقول كده الشمس هتطلع وانا هستمتع بهذه يعني. الاجابه واعتبرها كافيه جدا يا دكتوره دينا، يعني خلينا نستمتع. وانا هستمتعت بهذه الاجابه واعتبرها كافيه جدا يعني. بشكرك يا دكتوره. انت عارفه انا هقول لك على حاجه. اتفضلي. كان عقدوا مقارنه ما بين المجتمع المصري والمجتمع اللبناني. تمام؟ يعني الناس اللي عقدوا المقارنة دي، وده كان حديث ما بيني وبين أحد الزملاء يعني، عقدها إزاي بقى؟ إن اللبناني ده هو مزاجه عنده حب الاستمتاع، حب يستمتع بحياته. الشخصية المصرية بقى دايما شايلة هم أنا هعمل إيه صحيح. بعد كده، مش أنا هعمل إيه دلوقتي، وما بتعرفيش تتبسطي لا النهاردة ولا بكرة، ولا بتفكري في الانبساط. بالظبط. بشكرك يا دكتوره دينا. يعني بكون سعيده بمداخلتك يا دكتور. شكرا دكتوره دينا ابو العيله، رئيس قسم الاجتماع جامعه المنصوره، بشكرك، شرفتيني. كمان من الاخبار الجيده، انا دايما بقول ان مصر كل الدول اللي بتعوم على البترول ده من حظهم، لكن احنا من حظنا ان مصر بتعوم على تاريخ. نجحت البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة بجامعة كامبريدج عن كشف مقبرة ملكية لم تكن معروفة من قبل، وذلك أثناء عمل الحفائر التي تجريها البعثة بالوادي رقم سي بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر. خلينا نعرف أكثر عن هذا الاكتشاف من خلال الأثري أستاذ علي رضا، مدير منطقة وادي الملوك الأثرية. مساء الخير يا أستاذ علي. مساء النور يا فندم على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك بكل خير وسلام. حدثنا عن هذا الاكتشاف وايه اهميته، وهو فعلا من عصر الاسره الاحمسيه؟ الاسره ال 18 الاسره الاحمسيه. طبعا احنا في البر الغربي هنا او ما يسمى الجرنه، منطقه الجرنه، في عندنا مواقع اثريه كثيره، وادي الملوك، معبد الملك حتشبسوت، الاشراف، مقابر الاشراف، مقابر العمال، معبد هابو. المنطقه اللي حضرتك ذكرتيها اللي هي الوديان الغربيه دي ما حدش يعرفها كتير غير الاثريين، يعني المختصين بالعلم الاثري او باخبار الاثار في مصر. دي منطقه تبعد عن المنطقة السياحية أو المنطقة الأثرية بحوالي أكثر من 8 كيلو. تمام. منطقة وعرة، الوصول إليها صعب.
البعثة الإنجليزية جامعة كامبري اشتغلت هناك من فترة كبيرة أكتر من 10 سنين. ده أول اكتشاف لهذه البعثة؟ لا هم لا هو أول اكتشاف يعني أول اكتشاف حرفيا. لكن هم شغالين يعني اكتشف حاجات أواني فخارية واكتشفوا شغل للأثر الكبير هوارد كارتر. أهمية الاكتشاف ده إيه يا أستاذ علي؟ أهمية الاكتشاف دي حضرتك إنها بتلقي الضوء على المنطقة دي. يعني حضرتك ذكرتي إن دول الخليج فيها بترول، إحنا عندنا آثار. ده حقيقي. بينما نحفر هنلاقي آثار. فهي من أهمية ليه؟ لأن المنطقة دي هتبوح بأسرارها بعد كده. يعني ده بداية إن شاء الله اكتشافات قادمة. بالظبط، بداية خير وبشرة خير يا رب. يا رب يا رب. أنا عايز أقول لحضرتك أنا كل اكتشاف أثري بيسعدني جدا، لأن فكرة أنت تعرف تاريخك أكتر، توصل له أكتر، أنت كمان زي ما حضرتك قلت أنا متأكدة أن هيكون فيه قادم أكثر وأكثر. إن شاء الله يا رب. حضرتك إحنا عندنا حلقات مفقودة كتير في التاريخ المصري. كل اكتشاف بيحل لغز أكيد. بالظبط، زي ما يكون واحد بنى حيطة كده وفي إيه فوارغ. الطوب بتاعها مش موجود، فبالاكتشافات دي بنقفل الحيطة عشان تبقى كاملة، يبقى عندنا معلومات كاملة عن تاريخ مصر القديم. بشكرك يا فندم، كل الشكر الأثري أستاذ علي رضا مدير منطقة وادي الملوك الأثرية. وزي ما قلت فكرة إن إحنا بلد على تاريخ، ده خلينا كمان نعتز بنفسنا ونفخر ليس بالماضي بل بالقادم اللي إحنا نستحقه واللي إحنا هنقدمه. اليوم تحل الذكرى 10 للراحلة علا غبور صاحبة فكرة تأسيس مستشفى سرطان الأطفال 57-357، وهي أول مستشفى في الشرق الأوسط مجهزة تجهيزاً على أعلى مستوى لعلاج سرطان الأطفال. في عام 2008 منحت السيدة علا في حفل أقيم بجنيف على جائزة هيئة الصحة العالمية بالمشاركة مع مؤسسة الصحة الإماراتية لجهودها في علاج سرطان الأطفال. تجدر إشارة لأن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة صاحب النيافة الأنبا أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي نظرا لدورها وعطائها خصص جائزة باسم الدكتورة علا غبور نظرا لدورها العظيم في خدمة وطنها والخدمات الإنسانية التي تحققت على يديها. فكرة أن يكون في يعني اعتزاز بما يقدمه الأشخاص وما بيتنسوش لمجرد أن هم راحوا. فكرة كان في محاولة كتير جدا نتكلموا عن 57 بلا ذكرى الراحلة علا غبور، فما كان المركز الثقافي لأن يوثق هذه الجائزة باسمها لتوثيق عمل هذه الراحلة وقد إيه كانت إنسانة بتراعي الخير طول الوقت، واللي إلى الآن متهيألي كل ما طفل بيطلع من مستشفى سرطان الأطفال معالج معافى أكيد لازم يذكروا ويقولوا ربنا يرحم علا غبور على هذا الإنجاز. وحقيقي فكرة أنك تساهم في شفاء طفل ده شيء كلنا بنفخر بيه وهنفضل نذكرها كل عام، ربنا يرحمها ويعزي أسرتها لأن كلهم فيهم الخير وخدمة بلدهم طول الوقت، يعني مش مجرد الأم فقط وكمان الأبناء على نفس النهج. خلينا مع حضراتكم، وقتنا خلص يا جماعة ولا إيه؟ خلينا أقول لحضراتكم عن فقرتنا القادمة وهي فقرة هامة جدا بدعوكم لحضورها. فكرة أنتوا تشوفوا نزلاء في مركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون، وده اللي اتعمل على المركز اللي اتعمل على المقاييس العالمية لحقوق الإنسان واللي دعا ليها السيد رئيس الجمهورية، وبرعايته بقى في مؤسسة إصلاحية مش بتعاقب السجين بأن هو يقدر ويعيش في مكان غير آدمي بغض النظر انه خلاص اخذ عقوبه، اخذ عقوبه مش لازم يقتل، يعني لا انه يعيش في مكان فيه سراير محترمه، فيه مراكز ممكن يشتغل في بعض الصناعات انه يصرف على نفسه وعلى بيته، في بعض النزلاء من خلال حرف زي النجاره الخياطه وغيره بيعملوا انتاج بيتباع ومنه بيبعتوا لاسرهم وبيصرفوا على اسرهم، دي اكيد خدمات ما كانش المفروض نغفلها ابدا. لكن كنت مصرة أن يكون في بيننا حديث مع النزلاء برغم ده يمكن كان في تحفظ شوية في الأول، لكن بنشكرهم أن هم سمحوا أن احنا نسمع منهم ونعيد عليهم. كانت الفكرة في اللقاءات مش هتلاقوا أن أنا دخلت للعمق لأن كنت حريصة، لأن هم كانوا موجوعين بما فيه الكفاية أن هم مش مع أولادهم. صحيح بيشكروا في المكان و
مكان فيه كل العناصر الادميه اللي تخليهم يبقوا مرتاحين، لكن في النهايه انت مقيد الحريه، انت بتؤدي عقوبه، انت بعيد عن اسرتك. ف يمكن في بعض الحالات هتلاقوني سالت شويه زياده، مش علشان اوجع حد، لكن عشان اللي بره ويسمع يفتكر انه لو عنده خطا ممكن يوديه للمكان ده يفكر ألف مره. فانا بهديكم هذه الفقره مني ومن القناه، لان اكيد كنا حريصين ان احنا نسجلها، لان ده اتحرمنا منهم كتير في فتره كورونا. يا رب ان شاء الله كلهم يكونوا في بيوتهم ومع اسرهم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب تكون سنه فيها اختلاف، يعني لو فيها ضيق لكن فيها قرب من ربنا، وده اللي هتسمعوه من النزلاء. فكره العلاقه بربنا مهونه عليهم كل حاجه، وده اللي انا بعد سنين، وانا يعني سنين شغل وسنين حياه، فكره القرب من ربنا حقيقي بيبقى ايده معاك في كل حاجه. بشكركم، ودي كانت حلقتي معاكم، لكن لسه معاكم فقره هامه من داخل مركز اصلاح وتاهيل وادي النطرون، وحقيقي هتبقى فقره هتفرق مع حضراتكم كتير. بشكركم، وبالنسبه لي تصبحوا على خير، لكن هسيبكم مع الفقره.